السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معكم دكتورة رضوى سعيد. إن شاء الله النهاردة كنا عايزين نتكلم عن موضوع مهم، وهو الـ GIT أو الـ Gastrointestinal Disorders. الموضوع بإذن الله النهاردة هيكون موضوع مهم جدا، لأن هنتكلم عن أهم أمراض بتصيب الجهاز الهضمي. ودي طبعا معلومات مهمة، لأنه غالبا إحنا أي حد واقف في صيدلية أو في حياتنا العامة بنواجه دايما الأمراض الخاصة بالجهاز الهضمي. الموضوع طبعا كبير، بس احنا هنا ان شاء الله بإذن الله هنلخصه لكم في حوالي 5 ورقات، فان شاء الله 5 ورقات تلمين ال10 أمراض بإذن الله. فالمعلومات بإذن الله هتكون مركزة، بس بإذن الله هتكون وافية للموضوع. حضرتك بإذن الله المفروض بعد ما تخلص المحاضرة هتكون الدنيا الحمد لله اتلمت معاك. تمام. هنقول بقى بس في الأول كده نبقى فاهمين الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي زي ما كلنا عارفين هو بيتكون من الفم، البلعوم، المريء، وبعدين المعدة. والمعدة دي كلنا عارفين إن هي المكان بتاع الهضم اللي بيكون موجود فيها الحمض المسؤول عن هضم الطعام اللي احنا بنتناوله. تمام. وبعد كده بيكون فيه في الجهاز الهضمي الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. تمام كده. طيب احنا النهارده هنتناول باذن الله ايه في الموضوع بتاعنا. هنتناول 10 امراض زي ما قلنا. اول حاجه الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز. والجاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز بيعرف ايضا باسم الجيرد، اختصارا للاسم بتاعه. تمام. تاني مرض ان شاء الله هيكون البيبتيك ألسر ديزيز. والتالت الانفلاماتوري باول ديزيز. الانتيريو هيباتيك سيركليشن رابع حاجه. وخامس مرض هي الكومبليكيشنز اوف ليفر ديزيز. وسادس مرض هيكون الفيرال هيباتيتس. سابع مرض النوزيا اند فوميتنج. تامن مرض هو الدايريا. والتاسع الكونستيبيشن. وعاشر مرض هو الاريتابل باول سيندروم. طيب نرجع بقى لاول حاجه زي ما اتفقنا، هي ايه؟ الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز، المعروف زي ما قلنا بالجيرد. طيب هنا هيكون عندنا 3 عناوين فرعية عايزين نكون مستوعبينهم كويس. أول حاجة إيه هو الديفينيشن؟ إيه هو الجرد ده؟ تاني عنوان فرعي الريجوليشن أوف جاستريك فانكشن. وتالت عنوان فرعي هو التريتمنت. طيب لو إحنا هنتكلم في أول عنوان فرعي هو الديفينيشن، يعني إيه جرد؟ هنا مكتوب إن الجرد هو الريفلكس أوف جاستريك كونتنت إنتو ذا إسوفيجس. يعني إيه؟ ريفلكس يعني خروج الجاستريك كونتنت اللي هي محتويات المعدة. جاستريك دي كلمة معناها الاستومك ومعناها المعدة. تمام. فايه الكونتنت اللي بتبقى موجودة في المعدة؟ ايه محتويات المعدة؟ زي ما قلنا قبل كده هو الحمض اللي احنا الجسم بيستخدمه علشان يهضم الاكل. تمام. فهنا الجرد ان الحمض اللي ربنا خلقه لنا في المعده ده اللي مكانه المعده بيحصل له ريفلكس، يعني بيخرج من المعده يروح فين؟ يروح الاسوفجس اللي هو المريء، اللي احنا واحنا بنقول في الجهاز الهضمي قلنا ان هو الحاجه اللي بتيجي على طول قبل المريء. تمام. طيب ايه اللي بيخلي الحمض ده اللي هو الهيدروكلوريك اسيد اللي هو ال HCl ايه اللي بيخليه يخرج من المعده ويروح المريء؟ في سببين. اول سبب انه الجاستريك سكريشن يزيد قوي في المعده فيبتدي يطلع من المعده يروح على المريء. وتاني سبب انه في بعض الادويه لما الواحد بياخدها زي مثلا الاملوديبين بتعمل ريلاكسيشن او دايليشن، يعني بترخي الصمام اللي هو الاسوفيجيال سفنكتر اللي موجود ما بين المعده والمريء. والصمام ده يا جماعه المفروض ان هو وان واي، بمعنى انه بيعدي الاكل من فوق لتحت من المريء للمعدة. لكن المشكلة بتحصل لما بيحصل ارتخاء فيه، انه الحاجة بتطلع من المعدة على المريء، الحمض يطلع من المعدة للمريء. طبعا المريء مش مؤهل ان هو يكون موجود في الحمض ده، فللأسف ممكن يحصل إيروجين، يعني تآكل والتهاب، وممكن يوصل لمرحلة بليدنج يعني نزيف في المريء. تمام كده. طيب ايه السيمتومز او الاعراض اللي انا لما بشوف المريض ده بيشتكي منها بقول المريض ده غالبا عنده جيرد؟ اول حاجه الهارت بيرن، بمعنى حرقان في فم المعده، او يحصل اسيدك تيست في الماوث، يعني المريض بيحس ان في طعم حامض في بقه. تمام كده. طيب اي مريض عنده هارت بيرن المريض ده بيكون عنده جيرد؟ لا طبعا.
في بعض الأدوية أنا لازم أتأكد في الأول إن المريض ما بياخدهاش، لأنه لو المريض بياخد الأدوية دي برضو كسايد إفكت، يعني كأثر غير مرغوب فيه للدواء ده، أو أثر أنا مش عامل حسابه للدواء ده، بيكون برضو هارت بيرن. إزاي يعني؟ يعني لو واحد مثلا بياخد أنتي بايوتكس ممكن تعمل له حرقان في فم معدته، لو بياخد ايرن سبلمنتس يعني أدوية فيها حديد زي مثلا مريض أنيميا بياخد أدوية حديد، تمام، ممكن تعمل له حرقان في معدته، لو بياخد كينيدين، ومن اشهر كمان الحاجات البين ريليفرز اللي هي النون سترويدالز انتي انفلاماتوري دراجز، اللي هي النون سترويدال يعني الادويه المسكنات اللي زي الديكلوفيناك الايبوبروفين، دي من اهم الادويه اللي احنا بنقول عليها بين ريليفر، يعني بتقلل الالم وفي نفس الوقت ممكن تعمل لي مشكله حرقان فم المعده. طب ايه الادويه كمان؟ البوتاسيوم سبلمنتس اللي هي زي البوتاسيوم كلورايد، ادويه بتحتوي على البوتاسيوم. يبقى انا كده عرفت ان في ادويه تانية لما المريض بياخدها ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل حرقان برضو في فم المعده. طيب حلو قوي، يبقى انا كده لما المريض يجي لي ويكون عنده حرقان في فم معدته انا ما استعجلش واقول على طول ده عنده جيرد، لا انا ممكن يكون عنده بياخد ادويه تانية، فلازم انا اسال المريض الاول اذا كان بياخد ادويه من الادويه دي في الاول ولا لا. تمام كده. طيب ايه الاهم السيمتومز اللي انا لما اشوفها تبقى دي بالنسبه لي الارم، يعني دي حاجه مؤشر كده خطر، لا انا لازم اتدخل باندوسكوب او اعمل منظار للمريض ده. الديسفاجيا يعني يبقى في عسر في البلع، المريض مش قادر يبلع. الاندوفاجيا يعني الم المريض وهو بيبلع، لا في الم وهو بيبلع. البليدنج يعني في نزيف. كمان الويتلوس يعني المريض مش قادر ياكل فعمال يخس يخس يخس. التشوكينج يعني حاسس بخنقه. التشيست بين يعني في الم في صدره. الحاجات دي لو انا شفتها في مريض على طول لازم اتدخل بان انا اعمل اندوسكوب او منظار عشان اتاكد اشوف الحاله وصلت لحد فين. يبقى احنا كده اتكلمنا في الجيرد عن اول حاجه، اول عنوان فرع معانا هو قلنا ايه الديفينيشن، يعني ايه جيرد اصلا، ان هو زياده في الحمض اللي موجود في المعده بالتالي بيخرج للمريء، وقلنا ايه سببه، قلنا ان سببه يا اما بيحصل زياده في السكريشن افراز الحمض نفسه اللي موجود في المعده، يا اما انه بيحصل ارتخاء في الاسوفجيه السفنكتر اللي هو الصمام اللي بين المريء وبين المعده، وبالتالي بيخرج الاسيد للمريء. وقلنا ان اشهر الحاجات اللي بتعمل الموضوع ده هو دواء الاملوديبين. كمان قلنا ايه اهم السيمتومز اللي بتميز الجيرد، قلنا الهارت بيرن اللي هو حرقان فم المعده، وقلنا ان بيبقى فيه طعم حامض اسيدك تيست في الفم الماوث، وقلنا ان في ادويه تانية ممكن تسبب الهارت بيرن ده، فانا ما اتسرعش اول ما اشوف مريض عنده حرقان في فم معدته واقول ان عنده جيرد، وايه ونشوف الاول ممكن يكون بياخد ادويه تانية زي الايرن سبلمنتس زي الانتيبيوتكس زي البوتاسيوم سبلمنتس زي البين ريليفرز، وقلنا ان اشهر حاجه فيهم هي النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. طيب تعالوا ندخل على تاني عنوان فرعي هنا وهو الريجوليشن اوف جاستريك فانكشن. يعني ايه احنا عايزين نفهم ايه في الموضوع ده؟ احنا عايزين نفهم انه زي ما قلنا ان المعده جزء من الجهاز الهضمي، وان المعده بيكون موجود فيها زي ما اتفقنا الاسيد، وربنا خلق لنا الاسيد ده ليه؟ عشان خاطر هو بيهضم الاكل اللي احنا بناكله. طيب مرحلة الهضم دي بالنسبة لو اتكلمنا من ناحية الأسيد سكريشن فهي بتمر بثلاث مراحل، في مرحلتين فيهم بيزيد قوي إفراز الأسيد، وفي مرحلة تانية إفراز الأسيد بيقل. المرحلتين اللي بيزيد فيهم إفراز الأسيد هي أول مرحلة اسمها السيفاليك فيز، والسيفاليك فيز بيكون فيها المعدة بتستعد بإفراز الأسيد عشان عارفة أن الأكل جاي لها، فبتبتدي تفرز 30% من كمية الأسيد اللي بتتفرز في كل الوقت اللي بيحصل فيه عملية الهضم، لأن المعدة زي ما اتفقنا إيه بتستعد أن في أكل جاي لها. طيب الأكل وصل خلاص المعدة، يبقى دي مرحلة الجاستريك فيز، وزي ما قلنا قبل كده كلمة جاستريك يعني معدة، تمام، يعني الأكل وصل المعدة. في الحالة دي بيفرز أكبر كمية من الأسيد لأنه خلاص المعدة هنا خلاص بتهضم بقى، فبيفرز من حوالي من 50-60% من الجاستريك سكريشن اللي بيتفرز أثناء عملية الهضم كلها. يبقى احنا كده عرفنا أن أول مرحلتين هما السيفاليك فيز والجاستريك فيز، دول المراحل اللي بيزيد فيهم إفراز الحمض في عملية الهضم. طب في مرحلة تالتة، بس المرحلة دي هي المرحلة اللي بيقل فيها إفراز الأسيد،
المرحلة دي اسمها ايه؟ اسمها الانتستينال فيز. يعني ايه انتستينال؟ يعني جاية من كلمة امعاء، يعني الاكل طلع خلاص من المعدة اتهضم، بقى اسمه قايم. اسمه قايم، قايم يعني اكل مهضوم خلاص طلع من المعدة اتهضم خلاص ونزل على الامعاء. ففي الحالة دي هل المعدة محتاجة ان هي تفرز اسيد؟ اكيد مش محتاجة، خلاص احنا هضمنا الاكل. ففي الحالة دي بيفرز في المعدة حوالي من 5 ل 10% بس من انتاج الاسيد كله. يبقى انا اهم معلومة عندي لازم اعرفها في الريجليشن اوف جاستريك فانكشن، ايه هي المرحلتين اللي الاسيد فيهم بيتم افرازه بكميات عالية جدا وبيزيد افرازه؟ هي مرحلة السيفاليك والجاستريك فيز. طب ايه المراحل اللي بيقل فيها انتاج الاسيد؟ هي مرحلة الانتستينال فيز. يبقى احنا كده اتكلمنا في اول مرض عندي هو الجيرد، واتكلمنا فيه في اول عنوان فرعي هو الديفينيشن، وتاني عنوان فرعي هو الريجليشن اوف جاستريك فانكشن. طيب تعالوا بقى نتكلم في تالت عنوان فرعي معايا وهو التريتمنت بتاع موضوع الجيرد. طيب التريتمنت، احنا ندخل في التريتمنت على طول؟ لا معلش، في الاول لازم ابقى مفهم المريض. لو انا جالي مريض وعارف ان عنده جيرد وهيتعالج منه، لازم افهمه كم نقطه الاول للامانه كصيدلي، ان هو لازم يكون فاهم ان هو ما ينفعش ابدا يتناول اي كحوليات. ليه؟ لان الكحوليات هتسوء حاله المريض ده. ما ينفعش ياخد اي حاجه فيها كافيين، زي الشوكليت، زي القهوة، زي الشاي، دي من الحاجات اللي هتتعبه برضه وهتسوي الحالة بتاعته. كمان السيترس جوسيس، يعني العصاير اللي فيها ليمون، فيها برتقال، دي برضه هتتعبه. الجارليك والأونيونز، البصل والثوم والبيبرمنت والسبيرمنت، يعني الحاجات اللي فيها نعناع. النعناع معروف ان فيه زيوت فولاتايل اويلز، زيوت طيارة بتلهب جدار المعدة. كمان السبايسي فودز، يعني الأكل الحراق، التوميتو جوس لو حد هيشرب عصير طماطم، او هيتناول كافي. وكافي ليه؟ لان فيه كافيين، والكافيين من الحاجات اللي بتسوق حاله المريض. طب ايه كمان المريض نقول ننصحه بيه؟ ان هو يقلل اكل الفات، يعني هيقلل اكل الدهون، وبالتالي مش هياكل بقى اكل مسبك والكلام ده. تمام. طيب لو مريض مدخن، طبعا التدخين يا جماعه مشكلة كبيرة في الموضوع ده، لأنه النيكوتين اللي موجود في السجاير دي من الحاجات برضو اللي بتخلي المريض يتعب زيادة. يبقى أول حاجة إن في فاكتورز لازم المريض ياخد باله منها قبل ما نبتدي العلاج أو أثناء كمان العلاج. في كمان أدوية بتعمل ديلاي للجاستريك إمتينج، يعني إيه؟ يعني بتقلل خروج المحتويات الجهاز الهضمي، بتخلي الحاجة مركونة فيه، الأكل يبقى بيخرج ببطء، فطبعا ده بيسوق الحالة. زي الاوبيتس، ايه الاوبيتس دي؟ اللي هي الافيون ومشتقاته. يبقى انا لو عندي مريض جيرد مثلا لا قدر الله عامل عمليه، يبقى المريض، يبقى الدكتور وهو بيصرف المورفين مثلا اللي هي مشتقات الافيون، يبقى عارف ايه؟ عارف ان ده المريض ده، لا انا لازم اخد بالي من الادويه اللي هديها له، لان انا لو اديته اوبيتس، والاوبيتس دي من الحاجات اللي بتعمل كونستيبيشن هنعرفها بعد كده، ان ده هيبوظ لي، يعني هيتعب المريض. كمان الترايسايكليك انتي ديبريسنس، يعني الادويه المضاده للاكتئاب. في حاجات تانية بقى بنقول عليها ادويه بتعمل دايركت اريتيشن، يعني ايه؟ يعني بتعمل التهاب مباشر، دي بتدخل تعمل لي مشكله هي لوحدها في حد ذاتها، زي النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز زي ما قلنا قبل كده، ان دي حتى بعد كده احنا هنعرف ان هي ممكن تسبب ألسر، يعني ممكن تسبب قرحه. تمام. ففي حاجة تانية كمان الأسبرين والكورتيكوسترويدز اللي هي الكورتيزونات بصفة عامة، الأدوية اللي بتحتوي على كورتيزون، دي برضو ممكن تعمل لي مشكلة في حالة الجرد. خلاص، يبقى احنا كده المريض هو بيتعالج لازم يبقى فاهم النقط دي، بحيث ان هو ايه؟ حالته ما تزدادش سوء. طيب تعالوا نتكلم بقى في أول مجموعة علاجية فعلا. أول حاجة البروتون بامب انهيبيتورز، ودي الفيرست لاين بتاعي، أول حاجة بدخل بيها في العلاج. هنا في أربع أدوية أشهر حاجة عايزين نتكلم عنهم، هما الأوميبرازول، الإيسوميبرازول، اللانسوبرازول، والبانتوبرازول. الأربع أدوية دول هما أشهر أدوية عندي في المجموعة دي. إزاي بيشتغل البروتون بامب إنهيبيتورز؟ بيشتغل عن طريق إن هو بيعمل حاجة اسمها بلوكس، يعني بيقفل الهيدروجين بوتاسيوم ATP إنزيم سيستم. إحنا كنا قلنا قبل كده إنه إيه المسؤول عن المشكلة دي؟ خروج الأسيد من المعدة للمريء، وقلنا ان احيانا بيكون المشكلة دي سببها ايه؟ ان الاسيد بيزيد. طيب انا عايز اعمل ايه بقى بالدواء ده؟ انا بوقف انتاج الاسيد بطريقة irreversibly، يعني بخليه يقف بطريقة وبعدين ما يرجعش يتكون تاني في المرحلة دي. ازاي الكلام ده؟ احنا قلنا ان الاسيد اسمه
ال HCl اللي هو الهيدروكلوريك اسيد، يعني بيتكون من البروتون اللي هو الهيدروجين وعليه بلس الهيدروجين بوزيتيف، وبتكون من الكلورايد اللي هو ايه نيجاتيف. طيب انا بقى همنع تكوين